مهنيا من المغرب. مهندس احمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدتهم ان اقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة من احمد كل الالوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك انا بحب اشكر اصحاب القناة، بحب لهم شكرا لكم ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع خدماتنا اللي احنا بنقدمها وجميع مقالات المنح والفرص. تمام؟ طيب كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الأوروبية القوية وبراتب شهري كبير جدا. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة هنغاريا أو المجر. تمام؟ طبعا يعني الدولة دي من أفضل وأحسن الدول الأوروبية، دولة قوية جدا اقتصاديا والجامعات بتاعتها جامعات عالمية معترف بيها، وهنغاريا أحد الدول الأوروبية القوية. تمام؟ طيب بالنسبه للجهه المانحه، الجهه المانحه هي جامعه اسمها سنترال ايروبيان يونيفرسيتي بيرمز لبرام سي اي يو. تمام؟ دي اسم الجامعه اللي مقدمه المنحه دي. بالنسبه للدول المتاحه للتقديم، كل دول العالم متاحه للتقديم، سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه متاح ليك التقديم على المنحه دي. بالنسبه للمرحله الدراسيه الموجهه ليها المنحه دي، المنحه دي موجهه للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني لو انت مخلص ثانويه عامه وفي اخر سنه من الثانويه العامه بتقدر تقدم على بكالوريوس، مخلص بكالوريوس وفي اخر سنه بكالوريوس تقدر تقدم على ماجستير، مخلص ماجستير وفي اخر سنه ماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه، فهي متاحه لجميع المراحل الدراسيه. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للتمويل، ركز معايا عشان المنحه دي تمويلها ممتاز جدا جدا مقارنه مع منح تانية، مقارنه انها منحه جامعيه وليست منحه حكوميه. طيب بالنسبه للتمويل، عندك اول حاجه رسوم الدراسه كامله بالمجان، انت بتاخد دراسه كامله بالمجان مش بتدفع عليها اي تكاليف خالص. تمام؟ تاني شيء عندك راتب شهري في متوسط ما بين 750 يورو حتى 1300 يورو، ده بيعتمد على المرحله الدراسيه، يعني البكالوريوس بيبدا الراتب بتاعهم 750 يورو، ماجستير 1200 يورو، دكتوراه 1300 يورو وهكذا. تمام؟ وراتب شهري كبير جدا جدا. طيب كمان السكن الجامعي مجانا، السكن في الجامعه هيكون مجانا مش تدفع ليه اي تكاليف خالص. كمان عندك تامين طبي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. تمام؟ كمان يمكنك العمل بدوام جزئي، ممكن تشتغل بجانب الدراسة سواء مع الجامعة أو خارج الجامعة، وساعة العمل الواحدة في الدول الأوروبية بتعادل 9 يورو للساعة، فده يعني كمان تقدر تجمع مبلغ إضافي من العمل بجانب الدراسة. كمان ما تنساش ان المجر من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، يعني هيسمح ليك بدخول كل دول أوروبا بدون تأشيرة اللي هي دول الشنغن زي ألمانيا والنمسا وغيره. تمام؟ طيب ده بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي. كمان هنا عندنا جروبنا على الواتساب وهنا جروبنا على التليجرام، ياريت كمان تنضموا عليهم عشان توصلكم أحدث المنحة الدراسية فور نزولها. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة جدا، عندك زي قسم العلوم المعرفية، قسم الاقتصاد والأعمال، دراسات التنوع، قسم التاريخ، الرياضيات، الفلسفة، العلوم السياسية، طبعا أغلبها هتكون تخصصات أدبية مش تخصصات علمية. تمام كده؟ فدي بالنسبة للتخصصات المتاحة تقدر تطلع عليه وتشوف التخصص المناسب ليك. حتى كمان لو انت من تخصص علمي واحد دارس هندسة ممكن يقدم على اي تخصص من التخصصات دي لو هو مثلا حابب يقدم عليها، لان المنحة دي او الجامعة دي ذكر على موقعها الرسمي ان ملهاش اي علاقة بالتخصص السابق. تمام؟ فبالتالي ممكن تقدر تقدم عادي حتى لو تخصصك او الخلفية الاكاديمية بتاعتك السابقة مختلفة عن المرحلة الدراسية او مختلف عن التخصص اللي انت ناوي تدرسه في الجامعة دي. تمام؟ طيب ده بالنسبة للتخصصات. هنا عندنا بعض الملاحظات، ان المنحة دي يا جماعة ليس بها حد اقصى العمر. تمام؟ فهي متاحة لجميع الأعمار. كمان يمكنك التقديم إذا ما زلت في آخر سنة دراسية من المؤهل الحالي زي ما احنا قلنا. كمان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة بشكل إلزامي عند التقديم، ولكن لو تم قبولك يجب توفر شهادة لغة أو أي إثبات إنك درست أي مرحلة سابقة باللغة الإنجليزية. تمام؟ فمش طالبين منك أي شهادة لغة خالص عند التقديم. بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، الأوراق المطلوبة بسيطة مش معقدة، ولكن لازم تعملها بشكل كويس. السيرة الذاتية، تمام؟ تعمل سي في بشكل منسق ويفضل على الطريقه الاوروبيه. كمان تعمل خطاب نيه موتيفيشن ليتر بشكل كويس، وكمان بالطلب في الماجستير والدكتوراه بالطلب حاجه اسمها البيرسونال ستيتمنت لازم تعملها برضو. تمام؟ اللي هو خطاب تحفيزي. كمان مطلوب كشف الدرجات وشهاده تخرج لو انت اتخرجت بالفعل، لو ما اتخرجتش بتجيب شهاده السنه اللي قبلها. 2 خطابات توصيه اونلاين بتعملهم كمان، وكمان كتابه مقالات المنحه، عندنا بعض المقالات في المنحه بتكتبها ليه انت عايز المنحه دي، المنحه هتساعدك ازاي،
بتجاوب على المقالات دي. تمام كده، ده بالنسبه للاوراق المطلوبه. بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 1 فبراير 2021. تمام، حابب بس انوه على ملحوظه، احنا قلنا المنحه دي متاحه للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. الماجستير والدكتوراه فاتحين التقديم دلوقتي، البكالوريوس هيفتح تقريبا بعد شهر او اتنين. تمام كده، عشان البكالوريوس غير متاح ليه التقديم دلوقتي، ولكن هيفتح بعد شهر او اتنين، ولكن الديدلاين لكل المراحل هينتهي في 1 فبراير 2022. طيب هنا عندنا بعض الملاحظات كمان. ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه وفرص مضمونه القبول 100% في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، وكمان بنساعد على توفير كورسات مضمونه القبول للسفر الى هولندا، وخدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا بتلاقي هنا، بتملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه دي. تمام، دي صفحه السكولارشيبس بتاعت الجامعه وفينانشال ايد. تمام، هتلاقي كل التفاصيل هنا، موضح لك التيوشن في قد ايه، موضح لك الراتب من 750 يورو حتى 1350 يورو، كل ده موضح لك هنا. تمام، فصراحه يعني جامعه بتقدم منح متميزه جدا. تمام، ده بالنسبه للموقع الرسمي. خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفيه التقديم. تيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. تمام، طيب ابلكيشن التقديم بسيط مش معقد، بس هنا عندنا ملاحظه صغيره، ان انا السنه السابقه، تمام، السنه اللي فاتت كنت شرحت المنحه دي بكل تفاصيلها وشرحت كيفيه التقديم، فمنعا للتكرار انا هرفق لكم دلوقتي، تمام، او هنشوف دلوقتي جزء من فيديو السنه اللي فاتت عن كيفيه التقديم عشان تتبعوه خطوه بخطوه، لان التقديم نفسه فمنع التكرار، هنمزج بس الفيديو السابق مع الفيديو ده عشان تشوفوا كيفيه التقديم خطوه بخطوه. ده موقع التقديم. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد متسجلين على موقع المنحه، تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل او تضغط على نيو يوزر، تعمل اكونت جديد على موقع المنحه. تملا الاول البيانات دي، تحط الاسم بتاعك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الايميل بتاعك، تاكد الايميل، تكتب باسورد وتوافق على الشروط، وبعد كده تضغط على كرييت يوزر. لما بتضغط على كرييت يوزر يبقى انت كده انشات بنجاح اكونت على موقع المنحه. بعد كده حضرتك بتروح تحط الايميل بتاعك هنا، تكتب الايميل بتاعك هنا، تمام، زي ما انا بكتب مثلا الايميل بتاعي اللي هو متسجل، وبروح حاطط الباسورد بتاعي، تمام كده، وبعدين بضغط على كلمه لوجن عشان يفتح معايا الابلكيشن بتاعي. تمام، فالابلكيشن دلوقتي هيفتح معايا، ده الابلكيشن من جوه. طيب انا اوريدي كنت بدات في الابلكيشن اهو، بدات ان انا اقدم مثلا على بكالوريوس، تمام، فدلوقتي انا عايز اعمل اكونت جديد او ابلكيشن جديد، هتيجي تضغط على ستارت نيو ابلكيشن دي. تمام، لما هتضغط على ستارت نيو ابلكيشن هتفتح معاك الصفحه بالشكل ده. تمام كده، طيب شوف بقى الدرجه العلميه اللي انت عايز تقدم ليها، انت عايز تقدم على بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا دورات. طبعا احنا هنركز على المرحله الاساسيه اللي هي بكالوريوس ماجستير دكتوراه. تمام، طيب انا دلوقتي عايز اقدم على الماجستير، تيجي تضغط على الماجستير، تمام، ماستر بروجرامز، وتختار التخصص، تمام، او تعمل سيرش ناو عشان يطلع لك كل التخصصات دي، تخصصات الماستر مثلا، فانا هختار مثلا ماستر في مثلا بابليك ادمنستريشن، تمام، اختار دي. طيب فبيظهر لي هنا ان ده التخصص، مدته هتبقى سنتين التخصص ده، تمام، وهيبدا في سبتمبر 2021. تضغط على كلمه قبليه عشان تقدم، تمام، عشان تملى المطلوب في الابلكيشن. فهيفتح معايا دلوقتي التشيك ليست، واضغط على ستارت ابلكيشن، تمام، وهتبدا بقى حضرتك من هنا تشوف الخانات المطلوبه او السكشنز المطلوبه وتبدا تملى كل واحد. فاول سكشن عندي هنا البيرسونال ديتيلز، معلوماتك الشخصية، اسمك، اسم العائلة، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا، عندك اعاقة ولا ما عندكش، بتضغط طبعا على no disability، تمام. تخش بعد كده بعد لما بتملى الخانة دي بتخش على contact details، معلومات التواصل، تحط عنوانك الحالي، المدينة اللي انت قاعد فيها، الدولة اللي انت قاعد فيها، تمام، تحط رقم تليفونك، تمام كده. بعد كده بتخش على qualifications اللي هي المؤهلات العلمية بتاعتك، يعني درست ايه اخر مرحله دراسيه، بتدرس ايه حاليا لو انت لسه طالب، كل ده بتجاوب عليه في الجزئيه دي بتاعه الكواليفيكيشنز. تمام، هتفتح معانا دلوقتي ونشوف ايه المطلوب فيها ونملاه.
طبعا بتحط بيانات المؤهل كاملة يعني. طبعا في بعض الأحيان بيكون الموقع تقيل شوية، تمام، تيجي تنتقل ما بين سيكشن والتاني بيكون شوية تقيل، فبتصبر عليه لحد لما يفتح معاك. طيب دلوقتي فتح معانا، تحط بقى الكواليفيكيشن. مثلا انت بتدرس حاليا في دولة ايه، سواء دولتك الام او دولة تانية، بتختار الدولة، تمام، بتختار اسم. هنا على فكرة لما بتختار الدولة، على سبيل المثال مثلا لو انا اخترت مصر، تمام، بيطلع لك اسم الجامعة مباشرة، تمام، هتلاقي هنا ظهر لك كل الجامعات اللي موجودة في مصر، مثلا جامعة كفر الشيخ، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، فتختار جامعتك اللي أنت بتدرس فيها أو المدرسة اللي أنت بتدرس فيها، تمام، سواء مدرسة أو جامعة. طبعا لو المدرسة بتاعتك أو الجامعة مش موجودة، بتضغط على كلمة أذر وبتكتب بقى أنت اسم الجامعة والمدرسة، بتكتبها هنا، تمام، لو مش موجودة من ضمن القائمة هنا. تحط بقى بعد كده بدأت إمتى، متوقع تتخرج إمتى أو اتخرجت إمتى، تحط هنا بقى شهادة التخرج، تحط كشف الدرجات، تمام، اللغة الإنجليزية، يعني انت مؤهل للغة الانجليزية ولا لا، تمام، لو محتاج شهادة، لو محتاج انك تثبت اللغة الانجليزية بتاعتك، ايه الطريقة اللي انت تثبتها بيها، كل الكلام ده بتحطه هنا، تمام كده. طيب بعد كده، بعد لما بتملى الخانة دي او السكشن ده كله، بتخش على السكشن اللي بعده، الاكسبيرينس. وفي الاكسبيرينس هنا بتحط بقى السي في بتاعك، تحطه هنا، تمام. لو انت طبعا اشتغلت قبل كده او حاليا بتعمل، ليك وظيفه حاليا، بتضغط على كلمه يس، بتحط بيانات الوظيفه دي، لو كان عندك اعمال سابقه بتحطها، ما عندكش خلاص بتسيب السكشن ده فاضي. بعد كده دوكيمنت ابلودز، تمام، بتحط بقى الستيتمنت اوف بيربز اللي هو زي خطاب النيه، بتحطه هنا، تمام. بعد كده دي معلومات التوصيه، الشخص الاول والشخص الثاني بتحط المعلومات بتاعتهم. بعد كده الفاندنج، التمويل، انت عايز تاخد منحة ولا عايز تدرس على حسابك، تمام. طبعا في مرحلة الماجستير والدكتوراه الفاندنج ده بيظهر، لان انما في مرحلة البكالوريوس لما تيجي تملى البكالوريوس ما بيظهرش معاك، وبيتم مراجعة الابليكيشن بشكل كامل على اساس انه كمنحة، تمام. مثلا لو انت عايز تملى المنحة بتضغط على كلمة يس، وبيقول لك مثلا اذكر لنا بقى التمويل، في مقالات هنا بتبدأ تجاوب على كل مقالة من المقالات دي، تمام. بعد كده اخر سيكشن سبميشن، اللي هو ارسال بقى الابليكيشن بشكل كامل للمنحه، تقول انت سمعت عن المنحه دي ازاي، منين، كل التفاصيل دي بتحطها هنا، بتضغط على دي اللي هو خلاص انت موافق على كل التفاصيل وعلى كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت بنجاح في المنحه. بس في حاجه، بعد لما بتضغط على كلمه سبميت، تمام، بيظهر لك صفحه لدفع رسوم، في رسوم ابليكيشن في المنحه دي وهي 30 يورو، لازم يتم دفع رسوم الابليكيشن ال 30 يورو. بعد لما بيتم دفعهم، الابليكيشن بتاعك بيوصل بنجاح للمنحه، تمام. يبقى في رسوم ابليكيشن 30 يورو، ما تنسوهاش برضو لما تخلصوا من الابليكيشن، لان الابليكيشن مش هيوصل لو ما تمش دفع ال 30 يورو دي، تمام كده. وبكده يبقى اتعرفنا على كل تفاصيل المنحه، منحه ممتازه جدا، منحه مموله بالكامل. ما تنسوش خدماتنا الاحترافيه لو حابين تقدموا من خلالنا بشكل احترافي زي ناس كتيره وطلاب كتيره بتقدم من خلالنا. ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم وتجهيز الاوراق المطلوبه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.